طبعا، ومفيش فرقة سهلة طبعا الفترة دي، والقارة الأفريقية طبعا والمنتخبات طبعا فيها تطور بشكل كبير جدا في الكورة، وإن شاء الله مستعدين بشكل كويس إن احنا نتأهل للدور القادم بإذن الله. شخصية كبيرة جدا في المنتخب وكابتن المنتخب، أكيد طبعا هيأثر معانا بشكل كبير، بس دي أكيد حاجات متنسقة ما بينه وما بين الجهاز وما بين إدارة المنتخب، واحنا بنشوف الأصلح للمنتخب إن كابتن محمد صلاح يعني إنه لو قدامه فرصة إن هو يتعالج بشكل أسرع بالطريقة دي، فأكيد دي هتبقى لمصلحة المنتخب مصر قبل مصلحة أي حد، فإن شاء الله يرجع أقوى وأحسن من الأول ويرجع لنا بأقصى سرعة. شكرا. أكيد طبعا خروج فرقتين كبار زي منتخب الجزائر ومنتخب تونس حاجة طبعا مفاجأة جدا كبيرة، فأكيد طبعا بتدي لأي منتخب مش منتخب مصر بس إن هو يركز الفترة اللي جاية، وإن الأدوار اللي جاية الخسران بره فما فيش فرصة تانية، فلازم تركز، والحمد لله يعني مستعدين بشكل كويس للمباراة اللي جاية ومحضرين كويس للماتش والمباراة، وإن شاء الله يعني كلنا على قلب راجل واحد، وكلنا إن شاء الله نفرح جماهيرنا في مصر إن شاء الله ونتأهل بإذن الله.